دواعي استعمال بقى فيتامين اي او فيتامين ه المفروض للبشره بيكون ايه؟ احنا زي ما قلنا الافضل هو استعماله كمان بشكل موضوعي للبشره، عشان احنا قلنا بياخد وقت عما يوصل للخلايا الدهنيه في البشره لو اخذناه بالفم. دواعي استعماله للبشره، اول حاجه الحمايه من اشعه الشمس، حاجه بتدينا وقايه من اشعه الشمس، الفوق بنفسجيه بس، الفوق بنفسجيه بس مش كل اطياف اشعه الشمس. فعشان كده الابحاث بتقول ان هو مش مؤثر قوي للحمايه من سرطانات الجلد، لانه مش بيشيل كل او بيحمينا من كل اطياف يعني الأشعة. هو مش صن بلوك يعني لا يعني مش كامل. هو مش كل الاطياف، الفوق بنفسجيه بس. تمام. بس استعماله مع فيتامين سي بيبقى بيدلنا حماية أكتر من تأثير الأشعة الضارة. تمام. عشان كده دايما هما مرتبطين، حتى كل الكريمات والحاجات بتاع البشرة بتلاقي الاتنين موجودين، فيتامين إيه فيتامين سي. غير كده كمان إن هو ليه خصائص مضادة للالتهاب. يعني الناس اللي عندهم التهابات في الجلد أو إكزيما أو مشاكل، برضو مع فيتامين سي بيجيب نتيجة كويسة. برضو مهم جدا في الشفاء من الجروح والتئام الجروح، زي ما فيتامين سي مهم لالتئام الجروح، فيتامين إيه مهم جدا معاه. لذلك برضو خلطهم مع بعض في تركيبات كتير كويس للقصة دي. برضو كمان هو مرطب قوي جدا للبشرة، يعني هو مش مضاد أكسدة بس، لا ومرطب عالي للبشرة. غير كده كمان إنه هو بيخفف كمان، وده مهم جدا لستات كتير، علامات تمدد الجلد بعد الولادة، والناس اللي وزنهم بيختلف دايما بيحصل عندهم علامات التمدد. استعمال فيتامين إيه لو فضيت الكبسولات بتاعته على أي كريم من الكريمات المرطبة وحطيناه مثلا لمدة 30 دقيقة وبعدين شطفناه في المناطق بتاع التمدد، بيجيب نتائج كويسة جدا. وبرضو على فكرة لو عندك الأظافر بتاعتك ضعيفة وعايزة تحصلي على أظافر قوية، هاتي برضو الزيت بتاع فيتامين إيه، يعني تجيبي كام كبسولة من فيتامين إيه اللي موجودة في الصيدلية وتفضيها برضو، وتحطي تنقعي الأظافر فيها لمدة ربع ساعة وبعدين تشطفيها يوم بعد يوم مثلا أو كل يوم، مفيش مشكلة، بيجيب نتائج كويسة جدا برضو في تقوية الأظافر. برضو على فكرة ممكن فيتامين إيه يضاف برضو لأي كريم ترطيب لموضوع الشفايف وتشقق الشفايف، لأنه هو مرطب عالي بيجيب نتيجة كويسة جدا برضو في ترطيب الشفايف.